عندنا ثلاثة مفاهيم أساسية، اللي هي أول مفهوم اللي هو استقبال العميل وطريقة استقباله والأساليب اللي يستقبل فيه. النقطة الثانية اللي هي تسجيل طلب العميل، يبدأ تسجيل طلب العميل من حيث من البداية بعد الاستقبال، بعد الترحيب في استقبال العميل، وأيضا بتسجيل الفاتورة متكاملة مع عرض جميع الأصناف وجميع الطلبات للعميل. النقطة الثالثة هي دقة التسجيل في الطلب. في الحين تسجيل الطلب يحتاج إلى دقة تسجيل الفاتورة متكاملة، استماع للعميل من أول كلمة. في بعض الشباب يعني مثلا في تسجيل طلبه يحتاج أنه يكون شاهد عده، فيسجل جزء من الطلب والجزء الثاني يبقى معلق عنده يعني ناقص، فيحتاج إلى دقة تسجيل الطلب. أهم المبادئ التي يحتاجها موظف الاستقبال، الاستقبال العميل بابتسامة وترحيب وبأسلوب لائق. اثنين، تسجيل طلب العميل بإنصات وعرض العميل جميع الأصناف البيعية ومساعدته في اختيار طلبه. ثالثا، إعادة سرعة سبق طلبات العميل والتأكد من اكتمال الطلبات زي ما تكلمنا، أنه يعد طلب العميل من حيث كم جميع الطلبات جميع الأصناف يعيد سردها وتأكيد طلب العميل. عندنا الحين اللي هي مخطط صير عملية طلب تسجيل طلب العميل. يبدأ أول نقطة من استقبال العميل بالابتسامة، اللي هو الترحيب بالعميل بالابتسامة وإعطائه كامل شخص